السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة أقرأها على حضراتكم من المكلا، والبداية بالعناوين. وزارة البيئة السعودية وصندوق إعمار اليمن يوقعان مذكرة تعاون لدعم قطاع الزراعة في الجمهورية. محافظة المهرة تحتفي بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وكيل أول حضرموت يستقبل وفد محافظة شبوة لتعزيز التعاون بين المحافظتين. سوق غيلبة وزير القديم جدران مهجورة منذ عشرات السنين ومطالبات شعبية بإنعاشه من جديد. بعد التحية أهلا بكم متابعينا الكرام، حيث جرى في العاصمة السعودية الرياض التوقيع على مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي ستساهم في تحقيق التوازن البيئي والمعيشي والاقتصادي في محافظات الوطن وبناء القدرات المختصة في المجالات البيئية والزراعية والحيوية بما يحسن معيشة أهالي مختلف محافظات البلاد. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والري عثمان مجلي بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر وسفير بلادنا لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني، وذلك لبحث أوجه الشراكة وسبل التعاون بين الوزارتين عبر البرنامج السعودي لمتابعة مخرجات اللقاء من مبادرات وبرامج تنموية وحوكمتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهدف دعم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن. وستساهم مذكرة التعاون المشتركة في تنفيذ استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المائية والغذائية وبناء قدرات كوادر البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية في المجال البيئي، وتسهم في تطوير الإنتاج الغذائي وكفالة توافر المياه وإدارتها إدارة مستدامة والمساهمة في تنمية الموارد الطبيعية في عموم البلاد. اليوم نوقع مذكرة التفاهم مع معالي وزير الزراعة والمياه المملكة العربية السعودية، وإكمال لبرنامج طويل من العمل مع الجانب اليمني بوزارة الزراعة اليمنية وكذلك وزارة الثروة السمكية في اليمن. الهدف الرئيسي هو نقل المعرفة، بناء القدرات، ودعم الزراعة في اليمن. الشعب اليمني الحقيقة يعتمد بشكل كبير جدا على الزراعة، على الانتاج الزراعي في معيشته اليومية وأيضا في مصادر دخلها الرئيسية، وبالتالي نعتقد أنه دعم الزراعة في اليمن سيسهل ويمهد إن شاء الله لكثير من الوظائف وفرص العمل في للشعب اليمني. والجانب الآخر أيضا، هناك كثيرا من الآفات المنتشرة في اليمن تستهدف الزراعة وتستهدف الثمرات والأشجار، وبالتالي نستطيع من خلال العمل مع وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية وخبراتها وأيضا القدرات المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليمن في مكافحة هذه الآفات قبل حتى وصولها اليمن، ناهيك عن مكافحتها داخل اليمن وفي المملكة العربية السعودية. هناك أيضا الكثير من الأمور اللي تم بحثها يتعلق بتحسين القدرات المزارعين والصيادين وما إلى ذلك في جانب الثروة السمكية في اليمن. المملكة العربية السعودية الوزارة مشتركة هنا، وبالتالي سيكون العمل إن شاء الله فعال ومثمر بإذن الله. أولا نبارك الخطوة الممتازة اليوم من توقيع المذكرة التعاون بين وزارة البيئة والزراعة السعودية والبرنامج السعودي لإعادة وإعمار اليمن. هذه خطوة ممتازة، وكلها تهدف لمصلحة تنفيذ مشاريع ومكافحة الآفات داخل اليمن، وطبعا بطبيعة الحال والتقارب والحدود الجغرافية المشتركة والواحدة داخل شبه الجزيرة العربية تتأثر اليمن والمملكة العربية السعودية بأي آفات تنتشر سواء في اليمن أو في المملكة، لها تأثير مباشر، فهي آفاتها عبر الحدود. كذلك هذه المذكرة إضافة إلى أنها تهدف إلى تشكيل فرق وتدريب ودعم بمعدات لقطاع الزراعة في اليمن، تهدف أيضا إلى تنفيذ خطط برامج تنموية للمشاريع الزراعية قادمة في اليمن، وإن شاء الله
نلحظها ونشاهدها مباشرة على أرض الواقع بإذن الله تعالى. فنحن آملين في هذا الجانب أمل كبير إن شاء الله. وكما تعودنا ويعني كما هي سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم اليمن في كل الجوانب وخاصة في هذه الظروف التي يعانيها مجتمعنا في اليمن وأهلنا في اليمن، المملكة وقيادتها اليد الطولة في مساعدة شعبنا اليمني في كل الاتجاهات. احتفت السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر بتنظيم حفل خطابي وفني حضره وزير الدولة اللواء محمد عبد الله كدة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وجمع من أبناء المحافظة. وفي الحفل أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر على ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذه الثورة التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان في العام 1964 من أجل التحرر من الاستعمار، وكانت امتدادا لثورة 26 من سبتمبر 1962 للميلاد. رحب المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ محمد بن عداو ببدء التحضيرات الفنية لمؤتمري شبوة التاريخ والاستثمار، مؤكدا على ضرورة الأعداد الجيدين للمؤتمرين منوها بأهميتهما لمحافظة شبوة من ناحية التعريف بتاريخها وحضارتها وفرص الاستثمار الثمينة فيها. ووجه المحافظ بن عداو نخبة من الأكاديميين بإعداد رؤية حول إمكانية إنشاء كلية العلوم الإدارية في شبوة وعلى طريق اكتمال منظومة الشروط الفنية والقانونية للإعلان عن إنشاء جامعة شبوة. واستعرض أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد ربه هشلة الفكرة الأساسية للمؤتمر العلمي الأول بعنوان شبوة تاريخ وحضارة، والذي سينظمه مركز عدن للدراسات والنشر بالتعاون مع كلية التربية في شبوة أواخر شهر نوفمبر القادم. كما ناقش تنفيذي شبوة 3 تقارير تقييمية حول أنشطة مكاتب الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والصناعية والتجارة خلال المرحلة المنصرمة من العام الجاري. استقبل وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش بمدينة المكلا وفدا من محافظة شبوة برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق. وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لفرع شركة النفط بساحل حضرموت دكتور خالد العكبري، رحب الوكيل بن حبريش بوفد شبوة مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع في المحافظتين. وبدوره أعرب دكتور لمروق عن سعادته بهذه الزيارة مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التقارب والتواصل الدائم وتعميق أواصر الإخاء والتسامح والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على التحضيرات الجارية لتنفيذ الفعالية العالمية تيدكس ومن سيئون المقرر إقامتها في نهاية شهر نوفمبر المقبل برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة. واستمع الوكيل الكثيري من الفريق المنظم للفعالية برئاسة عائشة الجعيدي إلى أبرز أنشطة الفعالية التي تستهدف عرض جملة من الأفكار التي تستحق الانتشار وتعكس نماذج مشرفة من أنشطة وأعمال المرأة في هذه المنطقة. وأشارت رئيس الفريق المنظم للتحضيرات الجارية على طريق إنجاح الفعالية بكفاءة عالية مستفيدين من تجارب مماثلة تم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي وما تحمله هذه الفعالية من مدلولات تؤكد عظمة دور المرأة وقدرتها على التغلب على التحديات التي تواجه حياتها بحكمة واقتدار، إضافة إلى تمكينها من إثبات ذاتها في المجالات كافة. من جهته أكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسخير الإمكانات البشرية والفنية المتاحة وبذل أقصى الجهود لإنجاح الفعالية.
ناقش لقاء بمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري سبل تدخل السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لتلبية أهم الاحتياجات الأساسية في المجالين الخدماتي والتنموي. وجرى خلال الاجتماع استعراض جملة من التدخلات الملحة التي تتطلب مساندة السلطة المحلية بالوادي في تحقيقها على أرض الواقع. أقر اللقاء تشكيل لجنة دائمة لإدارة الحدائق العامة بالمديرية للقيام بالإشراف عليها وتقييم الخدمات المقدمة فيها. وأوضح وكيل المحافظة أن السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء تعتزم تنفيذ مشروع سفلتة توسعة المدخلين الغربي والشرقي وكذلك مقاطع في عدد من الشوارع والساحات الرئيسة والفرعية لمدينة سيئون لمواكبة حركة المركبات المتزايدة. كما جرى تكليف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية بتدارس إمكانية استيعاب البرنامج الاستثماري بالمديرية للأعوام القادمة لمشاريع صيانة وإعادة تأهيل وبناء عدد من المدارس المتضررة جراء الأمطار والسيول الأخيرة والمتهالكة نتيجة لتقادم بنائها. وصلت إلى منفذ الوديعة البري 21 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 262 طنا من السلال الغذائية والمواد الطبية و135 طنا و200 كيلوغرام من التمر. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المساعدات الإغاثية تستهدف محافظات المهرة وحجة وحضرموت وأبين. دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض في مدرسة السيدة عائشة للبنات الحملة التوعوية الصحية للطلاب تحت إشراف مكتب الصحة وسكان بالمحافظة. وفي التدشين أشاد الوكيل بن عويض بالدور التي تقوم به المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل مثل هذه الأنشطة التوعوية الصحية في المحافظة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لإنجاح مثل هذه الأنشطة التوعوية الصحية وفق الإمكانيات المتاحة لديهم. ندشن اليوم في مدرسة عائشة النشاط الصحي فيما يتعلق بالتوعية الصحية المنفذ من منظمة من مجتمعنا المدني مرصد أين للحقوق والتنمية بدورنا في السلطة المحلية. أولا نتمنى على هذه المنظمات بذل المزيد من الجهد والبرامج، لا شك أنها مساعدة لدور السلطات في المحافظة والمديريات. اهتمام هذه المنظمة بالجانب الصحي وتدشين هذه التوعية اليوم بحضور المكاتب المعنية بالمحافظة أيضا سيساهم، خصوصا وأننا كجزء من هذا العالم نتعرض لجائحة جائحة كورونا وانتشار الأمراض في فصل الشتاء. نشكر السلطة المحلية الممثلة بالأستاذ محمد عليات المحافظ محافظة المهرة على الرعاية لهذه المشاريع وهذه البرامج التوعوية، ونشكر مرصد أين للحقوق والتنمية يبذل جهود كبيرة في عملية التنسيق مع وبالشراكة مع مكتب الصحة لتنفيذ حملة توعوية حول سرطان حول التاية حول الأمراض المعدية بالذات في فصل الشتاء وهي حميات الفيروسية، وكما تعرفون تكثر في فصل الشتاء، ونتمنى إن شاء الله أن توصل التوعية إلى كل المدارس في المحافظة. طبعا مديرية الغيضة هم استهدفوا كل مدارس مديرية الغيضة الخاصة والحكومية. أصدر أطباء وطبيبات العموم بهيئة مستشفى بن سينا العام بالمكلا بيانا توضيحيا بشأن توقفهم عن مزاولة العمل ابتداء من الفاتح من نوفمبر القادم، وذلك بعد تقديم استقالتهم الفردية التي بدأت منذ بداية أكتوبر الجاري للضغط على إدارة المستشفى والسلطة المحلية بالمحافظة للاستجابة لمطالبهم. وحمل البيان إدارة المستشفى والسلطة المحلية تبعات توقف الأطباء عن مزاولة العمل وتقديم الخدمة للمرضى. وحاول فريق الأخبار بالقناة التواصل مع رئيس هيئة مستشفى ابن سينا العام دكتور ياسر بمطرف، ولكن تعذر الاتصال من جهته. ونكمل معكم نشرتنا متابعينا الكرام، حيث يطالب أهالي غيل بوزير السلطة المحلية بعودة سوق الغيل القديمة إلى نشاطه وإحيائه من جديد بعد إهماله واندثار ملامحه المرتبطة بتاريخ المدينة منذ عشرات السنين. المزيد في سياق تقرير مراسلنا محمد بن فضل. الساعة 11 صباحاً، هكذا هو سوق الغيل القديم خاو على عروشه، هجران وسكون وصمت.
فهو من المعالم الذي واكب تاريخا مجيدا، لكن سرعان ما تبددت زواياه وأصبحت أزقته تحاكي نفسها بنفسها. لكننا فوجئنا بعد فتح أسواق في منطقة برع السدة هناك في قريب بهارون، وبنون بعض التجار أسواق ضيقة، منها سوق السمك أو سوق مكة مثل ما يقولون، وبدأت السوق تتلاشى. حتى ما تشوفون هذا السوق كله قطط ومدراء، ما خلاف واحد يباع سمك في هذه، وبعض المقاهي وأصحاب المقليات وأصحاب المطاعم كلهم نقلوا إلى السوق الأخرى. هذا أصبحت خرابة، والسلطة المحلية وكلمنا السلطة المحلية في هذا الموضوع، إلى الآن ما حصل أي استجابة في هذا. نحن نطالب السلطة المحلية ونطالب الشخصية الاجتماعية ونطالب العقال حق البلاد إنهم ينظروا لهذا السوق نظرة، لأنه خسروا، الدولة خسرت ملايين في هذا السوق بدون ما نستفيد منه. التاريخ يتهاوى، كلمة سمعناها من أحد المارين أثناء تصويرنا للسوق، حيث نسي تاريخه من الجهات المختصة ليبقى ذكرى يقف على أطلالها أمثال العمي عمر. السوق هذا التاريخ، سوق الغيل، سوق الصيد، كانت دكاكين كل اللي حول هذه تشتغل، أكثر من 30 دكان تشتغل كانت بسبب هذا السوق. دحين تحول السوق لبرع السدة، إيش الأسباب ما حد داري. المفروض يعني المفروض من المسؤولين حق المحافظة إنهم يحولوا السوق أو يفتتحوا سوق جديد، إلا لازم يستشيروا أهل السوق القديم، يعني لأنهم ناس عايشين عليه أصلا. كانت الدكاكين ده كلها شغالة، هذا المحل زحمة كله، هذا المكان كله زحمة، اللي بخضرة، اللي بفواكه، اللي بالصيد، اللي يعني ناس تعيش. تحويل السوق إلى وسط البلاد ليتجه اللوم على إهمال السلطة المحلية للمواقع التاريخية، ومنها سوق الغيل القديم. ما هو السبب الحقيقي لنقل السوق إلى برع السدة؟ زين، مش سبب حقيقي يبرر أي سبب لنقل السوق. هذا سوق تاريخي، ماركيت تاريخي، هذا سوق تاريخية من يوم قامت غير بوزار السوق هذا حقه. ماركيت هذا شفت يعني تم تجهيزه بكافة من ماء، من كهرباء، من حمامات، يبون نحن إلى هناك دفعوا الناس إلى السوق. أيش الأسباب وأسباب دفعتهم هناك والأسباب اللي جعلهم يعني يحولون هذا السوق من هنا إلى هناك، طالما أنه المكان هذا تعبر فيه بتروح الماركيت حق الخضار أو حق الأسماك، ما تقدر حتى تفتت فيه كمين واحد أكثر صغير وضيق، والثاني ده حق الماركيت الثاني شفت برضو من ناحية صحية غالية جدا الماركيت، كمين واحد عاقل، كمين واحد يعني عاقل عيود بطلع حاجة حقها، كمين طفل نصون هالو يبت لما هناك في شموش. نطلب من الإدارة المحلية مثلي بالمدار العام حفظه الله أن يكون في صورة وأن يكون واقعي، يلغوا من هؤلاء الناس، بنقلهم من هناك إلى هنا، إلى هذا السوق التاريخي. بين الماضي والحاضر يبقى لسوق الغيل القديم رمزية ومعالم لسكان غيل باوزير، في ظل مطالبات عديدة بعودة السوق وإحيائه من جديد. ويضع الزوار تساؤلاتهم، لماذا نسي السوق؟ فترد جدرانه المهجورة، الدار أبقى من ذويها، ألم تعلم بأن الناس تمضي وتبقى الدار تنعى ساكنيها. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية من مركز الأرصاد والتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت.
ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة البيئة السعودية وصندوق إعمار اليمن يوقعان مذكرة تعاون لدعم قطاع الزراعة في الجمهورية. محافظة المهرة تحتفي بالذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وكيل أول حضرموت يستقبل وفد محافظة شبوة لتعزيز التعاون بين المحافظتين. سوق غيلبة وزير القديم جدران مهجورة منذ عشرات السنين ومطالبات شعبية بإنعاشه من جديد. في ختام هذه النشرة التي قرأناها على حضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من التفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت TV. في أمان الله.